شريف يرفع كرة هناك وطلع غلط. شريف عبد الفضيل شريف عبد الغفير يحط هدف جميل جميل كوبري. شريف عبد الفضيل يلفها حلوة قوي وهدف هدف. شريف عبد الفضيل شريف عبد الغفير يحط هدف جميل جميل كوبري. شريف عبد الفضيل دي عايزة رفعة دي عايزة رفعة. يا خرب يا خرب يا شريف عبد الفضيل يغسل عقلك يا راجل. ايه المدفع ده؟ ايه الصاروخ ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تسديده ايه؟ منتهى القوه منتهى العظمه. لعبه حلوه بلفه داخل منطقه يا ولد يا شريف عبد الفضيل يا ولد يا ولد بقول يا ولد الكوره لسه ما لمستش الشبكه زي الكوره زي الصاروخ يا معاذ النادي الاهلي. نرحب بحضراتكم. والفقرة دي زي ما نوهنا معنا أحد أهم لاعبي كرة القدم في العشر سنوات الأخيرة. هو ظهر وتألق مع النادي الإسماعيلي كان مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وبعدين انضم بقى للقلعة الحمراء ده كان عام تحديدا 2010، ومع الأهلي خلينا نقول حقق العديد من البطولات المحلية والقارية، وأصبح كمان واحد من أهم لاعبي الفريق وأحد الأعمدة الأساسية لدى جميع المدربين. خلينا نرحب بالنجم شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق. يا صباح الخير. صباح الخير عليكم، انا سعيد بوجودي معاكم ومتشكر جدا على المقدمه دي. طبعا اللي سعداء ومتشرفين ومتنورين بوجودك معانا. شفنا لك شويه اهداف لوز اللوز حاجه كده حلوه تفتح اللي بتقال عليها دماغ زي السم الحقيقه يعني. الله ينور كالعاده. عندنا ملفات كتير هنتكلم مع حضرتك بخصوصها، بس تعالى نبتدي بالاحدث يعني اخر حاجه خالص واخر المستجدات. طبعا تعاقد القلعه الحمراء مع موسيماني، كيف رايت هذا التعاقد؟ انا شايفه دي حاجه خطوه كويسه جدا، بالذات لان الراجل ده قريب قوي للكره الافريقيه. بدل ما اجيب مدرب اجنبي وابدا من نقطه الصفر من اول وجديد تاني، ده راجل ملم بالكره الافريقيه، ملم قوي بشمال افريقيا، ملم باللعيبه المصريه وبالانديه المصريه بالاخص، لانه شارك مع ضد نادي الزمالك وضد نادي الاهلي، وخد بطوله افريقيا 2016 من نادي الزمالك، وبعد كده خد سوبر افريقيا من مازيمبي في 2017. فالراجل عنده ملم بالكره الافريقيه بشكل كويس جدا. انت بتتكلم عن الراجل، انت شايف السي في بتاعه عامل ازاي؟ واخد تقريبا 10 بطولات محليه في 10 بطولات بما يخص دوري وسوبر محلي وحاجات من دي يعني كلها. فالراجل عنده امكانيات عاليه جدا، السي في بتاعه محترم. فالنادي الاهلي لما بيجي يتعاقد انا مش بتعاقد وخلاص، انا عندي رؤيه، في تخطيط موجود بشكل كويس، ملم كويس جدا بالامور الفنيه بما يتعلق بملف والسي في بتاع الراجل اللي جاي دوت. انا مش هروح اجيب راجل اجنبي وابدا من اول الصفر بقى، ابدا من اول وجديد، اقعد بقى لسه هاخد اتعود على اللعيبه المصريه واتعود على لعيبه افريقيا وبعد كده شمال افريقيا، قصه كبيره يعني. فانا شايف ان النقطه دي نقطه ايجابيه تحسب لمجلس اداره. الملف تمت ادارته بشكل احترافي جدا بشكل قيم، كل الامور كانت محطوطه على النقط من قبل ما يتم تدارج اي اسم او اي حد من الاول خالص. الراجل اول ما طرح اسمه بالعكس المفاوضات تمت بشكل يليق بالنادي الاهلي وبيليق بالراجل. يمكن الكابتن محسن صالح في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل محترم جدا، اتكلم ازاي ان الراجل تم التعاقد معاه بشكل رسمي بيليق بنادي صن داونز ورئيس نادي صن داونز، ازاي طريقه التعامل مع فض التعاقد مع نادي ازاي وازاي يتم بعد كده، من الشياكه حاجه جميله وحاجه محترمه ومنتهى الرقيه بصراحه. انا بتفق معاك يا كابتن، بس للاسف كان في بعض كمان هقول النقاد الرياضيين يعني الكبار اسما بلا ذكر الاسامي يعني كان عندهم اعتراض، قال لك احنا يعني ليه نجيب من قاره افريقيا؟ وانا كثير يعني شعروا في نوع من التنمر الى حد ما، لان الموضوع المفروض ما يقص بهذا الشكل. فيعني شفت الموضوع ده ازاي؟ لا ده طبيعي جدا، اصل النادي الاهلي انا ليه احنا برضو مش عايزين نتشد اول الموضوع ده خالص. طبيعي طبيعي يبقى في نقد وانتقاد وفي اعتراض وفي ناس بتتنمر لينا في كل شيء، ده طبيعي جدا. لان انا النادي الاهلي، انا نمره واحد في القاره كلها، انا بطل القرن الحقيقي، ده طبيعي جدا. انا بتلاقي كل الامور دي، ده شيء وارد في كره القدم بالذات في الانديه الكبيره. عندك ريال مدريد برشلونه اي حاجه صغيره بتحصل دي، انا بتكلم معاك انديه كبيره في دول اكبر دول في العالم خلاص. اي حاجه صغيره بتحصل طبيعي هتلاقي في تنمر وفي وفي وفي
انا قلت لك السي في بتاع الراجل بالملخص بتاعه، مفيش راجل في اوروبا معلش مستر فايلر بنشكره طبعا على الفتره اللي فاتت، راجل لو بصينا على السي في بتاعه هتلاقي الدنيا بعيده خالص عن موسيماني بشكل مختلف تماما. الراجل ده السي في بتاعه اعلى بكتير جدا بالنسبه لقاره افريقيا، انما فايلر بنى اسمه الحقيقي لما اشتغل في النادي الاهلي لمده موسم واحد. صح تمام. ومع العلم ان مستر فايلر كمان يمكن في المباريات المهمه الكبيره تم الاخفاق فيها كمان، يعني انا طبعا الراجل عمل يعني سي في كويس، عمل اسم كويس لفتره، اتكلم في سيزون واحد، فاسمه صحيح. مجرد وجودك في النادي الاهلي ده اضافه لاي حد مهما كان، ده حقيقي اذا كان لعيب او مدرب ده معروف يعني. طب تعالى نروح لك انت بقى كابتن شريف، ليه بعد الاعتزال ما فكرتش ان انت تخوض العمل الفني او حتى الاداري؟ لا حته الاداره دي انا ببقى انا بحب الكوره، الملعب ده النجيله الخضراء دي بتاعتي انا، ده مكاني وانا اللي اتربيت عليه وده الحاجه اللي انا بحبها، فحسيت لما هحط اخش في حته الاداره اكتر دي مش بتاعتي وليها حتت كده مش حاببها انا. طب وجزئيه التدريب؟ انا الحمد لله دلوقتي عفوا انا دلوقتي مدرب في النادي الاهلي ماسك فريق تحت 16 سنه، بقيت مدير فني الحمد لله. دايما النادي الاهلي كده احنا بنتعلم يعني بناخدها خطوه خطوه، دي ثالث سنه ليا فبقيت مدير فني الحمد لله السنه دي، فدي خطوه كويسه لان انا عايز اخوض تجربه التدريب بشكل احترافي. قبلها كنت في اياكس الهولندي واندوفن الهولندي عامل معايشات سريعه، كل ده بعمله عشان اتعدي كويس بشكل احسن ان شاء الله. يمكن انا خلاص انا كده سلكت في طريق التدريب ان شاء الله يعني. طب كابتن شريف اروح معاك بقى للسؤال اللي اتطرح كتير والناس برضو كتير يعني من الجمهور الاهلي عايز يعرف هنا وضع كمان المعارين والغائبين بقى زي صالح جمعه مع موسيماني، يعني الوضع بتتوقعه هيبقى عامل ازاي بقى الفتره اللي جايه؟ مختلف تماما طبعا. انت دلوقتي في مدير فني جديد هيشوف كل اللعيبه، هيجي له التقرير بتاع كل لعيب. انا كمدير فني لما ببقى جاي انا ماليش دعوه، ببص على التقرير وبحترم كل حاجه بقدره، بس لازم اشوف بعيني. يبقى في ناس هتاخد فرص حقيقيه، في ناس هتتشاف تاني. يعني صالح جمعه النهارده الراجل دخل على طول السكور بقى موجود النهارده متواجد في ضمن قائمه ال 18 لعيب او 20 لعيب اللي موجودين في المعسكر، دي حاجه كويسه جدا. الراجل بدايه جديده بيدي روح جديده للفرقه، بيدي روح منافسه. النهارده هتلاقي غير الماتش اللي فات خالص، هتلاقي روح جديده لان خلاص انت لما تبقى مدير فني وانا عارف ان انت ماشي فهتلاقي 50% مفيش. صح. انما دلوقتي مدير فني جديد اتفرج على الباور اللي موجود على اللعيبه، كل لعيبه يثبت نفسه من اول وجديد اكنه اول مره يتشاف. صح. اعتقد النهارده مباراه هتبقى قويه جدا. نادي المقاولين نادي احنا اتفقنا في اول القعده ان احنا هنتكلم معاك على مجموعه اصعده وملفات متعدده. اتكلم براحتنا. عايز اسالك سؤال، يعني ليه علاقه بمحمد صلاح؟ احنا ليه ما عندناش لعيبه كتير يقدروا يكرروا في اوروبا وفي غير اوروبا نفس اللي عمله محمد صلاح؟ ليه احنا عزاز شويه على حته العالميه والتالق عالميا؟ ما هو يمكن محمد صلاح نجاحه هو قاله في جمله واحده، قالك انا غيرت العقليه بتاعتي بس. وهو احنا ناس كتير انتقدته عشان الكلمه دي، وبالعكس ما هي دي الحقيقه. احنا ليه دايما بنهرب من الحقيقه؟ انا مش فاهم يعني. مصر يعني احنا كشعب مصر عموما عندنا مشاكل حقيقيه مع نفسنا، ما بنواجهش الحقيقه، دايما عاطفيين ولكن لما تيجي تبص على النجاح وان انا هوصل لدرجه عليا في حياتي المهنيه او في اي تخصص انا شغال فيه، ما ده لازم توصل لمراحل كتير قوي. الراجل ده تخلى عن حاجات كتير قوي، اولها قال لك انا بفكر صح يبقى لازم اغير العقليه دي عشان اقدر انجح، وده اللي عمله محمد صلاح. الراجل مراحل التطوير بتاعته بانت جدا، اولا من بازل السويسري لتشيلسي وبعد كده راح فورنتينا الايطالي، روما الايطالي، لما اشتغل مع سباليتي الفوارق الفنيه بتاعته وضحت بشكل كبير، رجع مع مستر كلوب في ليفربول اختلف تماما الشكل بتاع محمد صلاح والعقليه بتاعته والمراحل التدريبيه والتطور بتاعه الغير طبيعي في المباريات، ودانا لمرحله ثانيه خالص ان فعلا محمد صلاح اتغير هنا. لما اتغير هنا بان ان محمد صلاح راجل بروفيشنال محترف ذو عقليه مختلفه، مع الاختلاف ان هو فضل بالعادات والتقاليد بتاعته. الله، طب ما احنا نقدر وعندنا محمد النني على فكره، انا بعتبره برضه من الناس اللي ناجحه جدا. محمود تريزيجيه برضه من الناس اللي محمود تريزيجيه انا بتكلم معاه واتواصل معاه كتير جدا. محمود من مدرسه النادي الاهلي وده من الناس اللي انا قلت لهم انت لازم تطلع بره بدري، وفعلا الحمد لله. كان في واحد تاني برضه قلت له نفس الكلام بس يعني ربنا يكرمه. اطلع بره واحترف وخد التجارب وما تزهقش واحترف، النادي الاهلي بيتك ومفتوح وهتفضل موجود لغايه لما ترجع.
ليه مستعجل على على الحاجات دي يعني؟ انا مش فاهم. بس هو في يا كابتن عفوا في ناس فعلا كتير اسامي مصريه احترفت في الخارج لكن لم تستمر، يمكن هو هي دي النقطه ان صلاح استمر وحقق نجاحات، ويمكن عندنا بعض الاسامي اللي حققت زي مثلا كابتن هاني رمزي برده كان طبعاً يعني طبعاً تاريخ طبعاً كبير طبعاً، لكن اسماء تانية راحت وحققت بس ما كملتش رغم ان هي كان عندها فرصه، كان ما كانتش موجوده اللاعب قبل كده بلا ذكر طبعا اسامي، حضرتك اكيد فاهم انا بتكلم عن مين. ف ايه المشكله هي هنا؟ هي حضرتك هي ما المشكله ان في لعيبه كتيره جدا. بص احنا الامور الفنيه عند اللعيب المصري الحاجات المهاريه والفنيه عندنا عاليه جدا، وبدليل ان في ناس كتيره بتنجح بره، وده يعني شيء محمد صلاح اثبت ده وانني اثبت ده، ومحمود احمد حجازي موجود وتريزيجيه موجود. المحمدي على فكره لعيب بروفيشنال جدا ملتزم جدا، ومحمدي من الناس اللي خلت سمعه اللعيب المصري ليه قيمه بره، لان الراجل بقى له سنين محترف بره. صح تمام، يبقى الراجل ده ناجح وبرده مغير العقليه بتاعته ملتزم، يبقى في ناس ناجحه. في ناس هي مشكلتها ان هي ما غيرتش ده. يعني انا اعرف واحد كان يعني راح هناك في يا دوبك في كام شهر احرز 10 اهداف بدون ذكر اسامي عشان ما نجرحش في حد يعني. فجي بعد كده عنده ماتش تاني يوم، فعايز قبليها بيومين يريح، قال لك انا مصاب وعندي الخلفيه ومش عارف ايه. فالمدرب قال له انت خلاص اوكي مصاب، خليك مع الدكتور. فجاي في التراي ماتش التمرين الخفيفه بقى، فعايز ينزل بقى التمرين عشان يبدا الماتش بقى. طب قال له لا استنى خلاص. بص بقى راح جاي اعمل له لعيب مش بروفيشنال، لعيب مش محترف، خلاص كده مفيش فرقه في اوروبا كلها خدته. طب مش ده يستدعي ان المنظومه الكرويه في مصر على بعضها كده تبقى دافع وحافز للعيبه وخصوصا المتميزين منهم ان هم يغيروا التفصيله اللي انت بتتكلم عليها؟ هو لازم حضرتك اولا بتبدا من البيت اللي هو النادي، وبعد كده البيت الكبير اللي هو النادي الاكبر، وبعد كده الاتحاد. انا لما ببني اجيال ببنيها ازاي؟ انا كمنتخب لازم ادور ازاي اطلع اجيال، بعمل منتخب اول منتخب ثاني منتخب ثالث، ده الطبيعي بتاع الدول. المانيا دي عامله كده ليه؟ بتعد دايما اجيال ورا اجيال، بتجهز جيل ورا جيل بالظبط. يبقى في المنتخب انا عندي لعيب مثلا سيم زي مصطفى محمد ده، خلاص ده ولد صغير مش مدرك بيعمل ايه، فلا يعني مالوش اخطاء اي نعم، بس برضه في تشويش بيحصل كتير جدا من الاعلام والكلام ده، محتاج ابقى انا سبورت في ظهره دايما، محتاج اقف ادعمه اوجهه للصح. يبقى في ناس مخصصه لده، يبقى في جلسات نفسيه للعيبه دي. اللعيبه دي يا جماعه استثمار ملايين، بتعمل رسمه وداخله للبلد. محمد صلاح انا لما كنت في امريكا في 2016 كل اللي بقول لهم انا من مصر محمد صلاح. طبعا ده يعني سفير اهرامات محمد صلاح. والله العظيم كده سفير مصر يعني في اوروبا كلها، اوروبا كلها نفس الكلام طبعا. فهو الموضوع كره القدم يا جماعه استثمار، انا استثمر صح، لان في مليارات بتدفع فعلا في مش كوره بس، الموضوع مش كوره بس. فاتمنى ان شاء الله طبعا نجاح لكل اللعيبه اللي بره. طيب قبل ما نروح لملف اخر، انا عندي سؤال اخير في ملف موسيماني، لان الاعلام برضو ليه دور كبير قوي وليه تاثير، مش يعني مش بس دول، هو كمان بيؤثر سواء بقى بسلبي او بايجاب. فلحد دلوقتي تقييمك للاعلام، يعني انا شايفه ان الاعلام الى حد ما من وجهه نظري المتواضعه ان هو داعم جدا لفكره موسيماني، ولو هنقول بنسبه 90% 10% عنده اعتراض، ولكن الجو العام فيه تفاؤل من ناحيه موسيماني. ازاي ممكن قدام يستمر الوضع كده؟ ولو اختلف هل تعتقد هيؤثر على مثلا ادائه؟ يعني لان دي مرعبه برضو النقطه دي بصراحه. لا انا شايف ان موسيماني مدرب ذكي ملم بالكره الافريقيه والمصريه بشكل خاص، لان هو لما جه يتعامل حتى اعلاميا عنده ذكاء. اولا بينتقي كلماته بدقه، ومش اي حد يعمل كده، وذكي جدا مصطلحاته كلها، بيعرف ازاي يشيل الضغط من عليه ويحطه على الخصم، ونجح في كده. فالراجل ده ملم قوي بالكوره، ملم قوي بالاجواء الاعلاميه بشكل كويس، بيعرف يتعامل مع الاعلام بشكل ذكي جدا. حته الضغط ده طبيعي جدا هيتحط تحت ضغط. صحيح. نادي الاهلي اداله سبيس محترمه يشتغل فيها، اداله تو سيزون عقد محترم بين النادي وبين الراجل، يقدر يشتغل في مساحه كويسه. النادي هيبقى سبورت وداعم ليه قوي جدا، هو عارف ان هو ماسك اكبر نادي في افريقيا، فطبيعي هيبقى فيه ضغط. هو مش جاي من نادي صغير طبعا، هو جاي من نادي كبير جدا طبعا. فالراجل ده عارف ومقدر قيمه المكان اللي هو فيه، عارف ان هو جاي تحت ستريس تحت ضغط، هيبقى محطوط دايما تحت السبوت بشكل كبير جدا. فالراجل ده انا اعتقد ان هو ان شاء الله هيبقى فيه قصه نجاح محترمه هتحصل، وبالذات لان اول مره مدير فني اجنبي افريقي يبقى متواجد
داخل القلعة الحمراء، فدي ما حصلتش في التاريخ. فأتمنى إن شاء الله إن هو ينجح، لأن إن شاء الله أنا متنبئ بإذن الله الراجل هينجح. صحيح، أنا بتفق معاك فعلا. يمكن من كام لقاء صحفي اللي حد دلوقتي أجراهم يعني لمسنا النقاط دي، وهأكد كلامك كمان إن فكرة هنا إن الراجل عايز يثبت نفسه أكتر ما كمان بيبص على الفلوس. يعني لو بصيت على التعاقد، التعاقد مش بالرقم اللي مثلا مقارنة بمدربين قبل كده ممكن يكون حتى قريب، لكن هو وافق، ووافق كمان لأن هو زي ما حضرتك قلت جاي عارف هو بيدرب فين، فدي إضافة كبيرة جدا لي. فالموضوع تحدي، فاحنا بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق يعني. طيب احنا هنسيب كابتن موسيماني مؤقتا ونروح لكابتن شريف بعد العوده من هذا الفاصل عشان نعرف بقى قصتك وقصه حبك وعشقك لكره القدم. وكمان احنا عرضنا يعني ايه فضل خيرك كده ما تيسر من اهدافك الحلوه، فاكيد في اهداف بعينها ما تتنسيش في مباريات ذكرها هي كمان ما تتنسيش. هستاذنك نطلع فاصل ونرجع نسمع بقى اجابتك على السؤالين دول. اتفضل. في انا ابن الاهلي ولعيب محترم ما شكش منه، حتى اسلوبه في الملعب، تعامله مع اللعيبه حتى لما بيبجل بقى اسلوبه طبيعي جدا نورمال، يعني ما بتحس ان هو اخلاقه سابقه من اللي يكون لعيب. والله كابتن شريف حافظ الفضيل من ساعه ما اتفرجت عليه لما كان في الاسماعيلي انا عجبني اداؤه جدا، لانه اداؤه رجولي في الملعب، تحس ان هو جاد جدا، تحس ان مستواه ثابت. يعني انا كنت بعجب يعني بستمتع كمان لما الحقيقه كان كنت بتفرج عليه. كابتن شريف عبد الفضيل كان لاعب كويس قوي ولعب في الاسماعيلي وكان ليه ماتشات كويسه قوي في الاهلي، فيهم جون ما حدش يقدر ينساه في الاتحاد الليبي، كان جوكر في الاهلي. كان لعيب كويس عشان كان بيلعب في كذا مركز سواء سيرد باك او الباك رايت، وكان بيشوط كويس وكان لعيب كويس، يعني لعيب كويس من اللعيبه الكويسين اللي جم فتره من فترات النادي يعني، كان كويس في الاسماعيلي برضه. كابتن شريف عبد الفضيل من الناس اللي ادت واخلصت ولعبت في النادي الاهلي، وهيفضل النادي الاهلي يذكر اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي مثل شريف عبد الفضيل. كابتن شريف كان مدافع يعني قعد حوالي 5 سنين في النادي، بس قدر يسيب بصمه للجمهور بدليل ان هو يعني الجمهور لغايه دلوقتي بيجيب في سيرته بصوره طيبه ان هو ساب ذكرى كويسه. لعيب كبير طبعا كابتن شريف عبد الفضيل، يعني وليه اجوان يعني ما تتنسيش ابدا، ومن اللعيبه الكبار ومن الجيل الذهبي اللي حقق نتائج كبيره جدا مع النادي الاهلي، واهدافه كلها مؤثره وكانت ليها يعني ذكريات معانا جميله جدا جدا. يعني هو شخصيه جميله جدا جدا وادى للنادي الاهلي باخلاص. كنت لعيب كبير وكابتن كبير، وربنا يكرمك يعني ويوفقك ويدي لك الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. رجعنا كل حضراتكم مرة تانية، ورجعنا كمان لكابتن شريف عبد الفضيل اللي يعني بنتمنى ان ربنا يديم عليه محبة وتقدير واحترام كل جماهير وعشاق النادي الاهلي، زي ما خدنا فكرة كده مبسطة جدا من خلال هذا التقرير. وقفنا بقى عند تفصيلة انت وكرة القدم وقصة الحب الطويلة دي ابتدت ازاي، وكمان ما تنساناش في تفصيلة الهدف الاغلى والاعز والمباراة اللي فعلا ما تتنسيش. يمكن انا طبعا ابتديت كنت في نادي بدر، وبعد كده الاسماعيلي اشتراني، وبعد كده تمت المفاوضات طبعا في 2008 2009 بين الاهلي والزمالك، وده حصل قصه طبعا كبيره بروباجندا كده يمكن الناس كلها عارفاها، لو كانت موجوده دلوقتي كانت الدنيا اتقلبت. انا استخبيت في حته وناس نايمه ان انا في الزمالك، صحوا الصبح لقوني في الاهلي، وقصه كبيره كده بروباجندا كبيره، وكان حصل فيها مشاكل جامده يعني، لان كان ناس من مجلس اداره الزمالك قاعدين كلهم في القنوات، ده شريف عبد الفضيل في الزمالك، وناس راحت. كان في اليوم ده المفروض نادي الزمالك بيلعب ماتش ودي مع الترسانه، فالمفروض ان انا رايح عشان احتفل خلاص ان هم خلصوا يعني معايا وهيحتفلوا بيا في التراك يعني. كان في حوالي 20,000 زملكاوي في الاستاد عشان يحتفلوا باليوم ده وبيتفرجوا على الماتش الودي يعني. فانا ما روحتش كمان، انا عرفت ان هم لبسوا واحد فلانه بيضه وقعد يلف الاستاد. لا 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 اه والله وقعد يلف الاستاد وكده، وطبعا انا كنت نهيت الدنيا كلها مع كابتن محمود الخطيب طبعا، ومهندس عبد القيعي واستاذ محمد يوسف والحاج جمال الجرحي كان في الموضوع برضو، كل الناس دي الحمد لله. يمكن ايه الموضوع ده تم 2-3 بالليل مثلا، كان خلاص شريف عبد الفضيل بقى في الاهلي تقريبا في 10 دقائق كنت ماضي. فاجئوا الناس صحيت الصبح، كان كمان كان في تاني يوم كان الانتخابات في النادي الاهلي ساعتها في الوقت ده، فالناس وانا داخل النادي طبعا كلها شالتني، وكان في احتفاليه كبيره طبعا والنادي مقلوب، فكانوا واخديني على كابتن محمود الخطيب عند صندوق الانتخابات بقى. فكابتن محمود اتضايق قوي بقى في الوقت ده، قال لك احنا مش بنعمل شو عشان احنا خلصنا الصفقه غلط، ما ينفعش
كان الموقف ده من المواقف اللي عمري ما انساها طبعا. وطبعا فعلا رجعت تاني على الناس رجعتني لانهم كانوا شايليني كلهم. فطبعا ده كانت الملخص بتاعي سريعا ان انا طبعا تم التفوق الحمد لله ان انا رحت النادي الاهلي. كان احسن جون بالنسبه لي طبعا هو جون الزمالك لما جبناه في الكاس لان احنا كنا خسرانين 1-0. يمكن الشوطه اللي هي من بعيد دي في نادي الزمالك في كاس مصر. احسن من منطلق خصوصيه الفريق اللي انت احرزت في شباكه هدف ولا من منطلق المهاره اللي في الهدف نفسه هي المهاره والشغل الحلو يعني ورا الجول. بتحسبها ازاي؟ انا بحسبها من قيمه الماتش بالنسبه لي. طب الماتش ده بالذات لان انا كنت محطوط تحت ضغط كبير جدا لان انا قلت لك في الفتره دي انا الوحيد اللي جيت الصفقه الوحيده اللي جت الاهلي وجيت من الزمالك والاسماعيلي يعني اتخذت من هنا ومن هنا لان انا كان ممنوع اطلع من الاسماعيليه دايركت الاهلي مش هينفع. فالموضوع ما تمش غير بطريقه معينه كده وخلص على خير يعني الحمد لله. كان في ضغط زملكاوي عليا شديد جدا في الاعلام ده اللي هيقابله مستر مسيمو الفتره الجايه مع الضغط الاعلامي اللي موجود عليه هيبقى فيه طبعا ضغط كبير جدا. كان عليا انا ضغط جدا بس الضغط ده ولد انفجار في صوره هدف عالمي. شفت بعد ما انا جبت الجون بقى وانا بجري بقى يعني كنت بجري بغل وبضرب على صدري جامد جدا لان انا كنت مضغوط جدا كنت متضايق. لكن انا الماتش ده يمكن من احسن الماتشات اللي انا عملتها لان انا كنت تقريبا ثاني او ثالث ماتش العب باك رايت كنت على طول بلعب ستوبر في خط الظهر فرحت مكان ثاني ويمكن الحمد لله كنت مميز جدا في الماتش. يمكن الجون الثاني برضه انا اللي عامله اديت ابو تريكه حط دماغه فيها حتى ابو تريكه كان هو اللي عايز يشوط دي يعملها كروس يعني فبيقول لي بعيده قلت له لا مش بيسيبها انا اللي هشوطها. مدرجات طبعا ولعت يعني بعد طبعا طبعا احنا مفتقدين دلوقتي اللعيبه دلوقتي مفتقده حته الجمهور في المدرجات دايما الاستاد كان بيبقى متقفل في اي ماتش وبعدين اهلي وزمالك بالذات هتلاقي 80 90 الف متفرج استاد متقفل طبعا. فدي متعه حقيقيه احنا مفتقدينها في الدوري المصري بصراحه. نتمنى قريبا ترجع لان كمان مش فكرتنا بس ان في قرارات بعوده الجمهور للاسف لما جت كوفيد 19 كمان كورونا يعني قفلت الدنيا خالص. فنتمنى يمكن انا وكريم كنا دايما بنتكلم على عوده هنا الجمهور في كمان في استادات العالم يعني مش بس عندنا في مصر. طيب انا هروح معاك بقى لو تسمح لي للدوري وعايزه اعلق معاك شويه. انت شايف طبعا يعني مشوار برضو الاهلي كان مع مسابقه الدوري اللي توج بيها طبعا تقييمك كأداء وكمان لعيبة موجودين ومين شايفه هو كان بطل هذه المسابقة يعني خليني برضو أعرف منك. خلينا نقول إن إحنا كنا جماعيين أكتر في المستر فايلر ركز قوي على الجماعية أكتر كمان بحتة الروتيشن كتير اللي كان بيعملها بيغير كذا مركز بكذا لعيب مختلف في كل ماتش مثلا تلاقي مراكز مختلفة. أنا كان برضو يمكن في مستر فايلر في طريقة لعبه كان بيثبت لعيبه معينه في اماكن معينه في بوزيشن معين هو ممكن يجيد في اماكن ثانيه بيبدع في اماكن ثانيه. اللعيب محتاج حريه اكتر عشان يبقى عنده اكتر من حل بالذات في الاماكن اللي بتلعب في على الاجنحه بتبقى فوق يعني. انا شايف يمكن ادينا بشكل كويس جدا الدوري ده كان النادي الاهلي هو اللي حق فيه. انا كان نفسي طبعا تكمل بلا هزايم خالص بس طبعا هو طبيعي جدا في الكوره ان انت تخسر دوري جدا. عندنا برشلونه خسر 8 من بايرن ميونخ في ابطال اوروبا تكلمي وفي وجود ميسي في الملعب احسن لعيب في العالم حصل على بطوله احسن لعيب في العالم 6 مرات فده حاجه كبيره في الكوره. فالكوره عموما ملهاش كبير وملهاش مقاييس وملهاش معايير هي متغيره في طول الوقت بالذات جوه الملعب. هي في نوادي فعلا بعد فتره الحظر يعني اتشقلب حالها بشكل كبير زي برشلونه يعني ممكن احنا دايما كنا عمالين نجيب اخبار متعدده في البرنامج عن برشلونه فعلا ما كانتش من الانديه المحظوظه تماما بعد فتره الحظر يعني. ما هو لازم يبدا بقى عمليه احلال وتجديد ده طبيعي جدا في الكوره. في فتره بتعملي ستوب او ما بتلاقي النتائج بقت سلبيه كلها بتعمل عمليه احلال وتجديد في عناصر من الفريق وتغيير مدربين وتغيير ده بيحصل في كل اكبر انديه العالم ده طبيعي جدا في الكوره يعني. طب بالمناسبه مش الاول انه يبتدي يحصل عندنا بقى الفكر ده بشكل ملحوظ وبشكل ملموس فكره زي ما بنهتم بالدفع باللعيبه جداد وحضرتك بتدرب دلوقتي اشبال ونجوم واعده ان شاء الله يتعلقوا بفانيله النادي الاهلي في يوم من الايام يعني فكره الدفع كمان بدماء جديده على صعيد التدريب نشوف بقى مدربين شباب مصريين اكفاء ومؤهلين دي نقطه مهمه قوي لازم يدفعوا المدربين. طب فرصه بقى نعرف وجهه نظرك فيها ايه بقى. لازم طبعا. لا طبعا دي نقطه مهمه جدا لان دايما الكوره زي لسه بقول لحضرتك فيها تجديد وكل يوم فيها جديد وفي كره القدم متغيره ومتجدده دايما لان دايما في ابتكار جديد في طرق لعب جديده في طرق تدريب مختلفه والنواحي على فكره الكوره مش كوره طب
وعلم ودراسة وتطور في كل شيء. فانت بتتكلم في منظومة كاملة، فانت المنظومة دي مش هتقدر تعدها غير لما تبدأ من الأساس كله صح. طبعا. يبقى انا عندي دلوقتي لو انا مدرب ما بطورش من نفسي خلاص، يبقى انا لا اصلا. انا هبتدي افكر بعيش على الفكر القديم بتاعي ان انا راجل عندي اكسبيرينس رهيبه في السنين اللي فاتت وخلاص، يبقى ده ما ينفعش. لازم عمليه ان انا اطور، حتى لو انا مدرب كبير بس اطور من نفسي. والناس كلهم بره كبار بس بيعملوا ايه؟ هم اللي بيحطوا الجديد بتاع كره القدم. يبقى عنده تطوير دائم مع ربط بتاع الاحمال وربط الدكتور اللي موجود وطرق اللعب الجديده واحدث طرق اللعب ايه. ودايما الفيفا كمان لما بيحط قوانين جديده بيحط ازاي الاساليب اللي بتخلي اللعب اسرع. يبقى انا كده دايما بدور على الخطط اللي بتلائم هذه الطرق عشان اقدر اعمل كنترول اكتر على الكوره. جوارديولا لما اخترع طريقه اللعب ان انا اجي اعمل استحواذ على الكوره في اسرع وقت ممكن، اللي هو بيطبقها دلوقتي احسن منه ليفربول، بيعملها احسن منه. ده كله اسمه تجديد في كره القدم، تطوير وتطور. يبقى انا دلوقتي لازم اي مدرب، طبعا بنحترم كل مدربينا الكبار دول على راسنا من فوق، بس هو عمليه التطوير. وممكن الحمد لله في مدربين كبار جدا موجودين، اساميهم كبيره وناس كبار على راسنا قيمه وقامه، بيتطوروا بشكل كبير جدا في يعني في كره القدم. وفي ناس واقفه ما بتحاولش تطور، عايشه على الفكر القديم وطرق لعبها القديمه وتدريباتها القديمه، وده كله طبعا لا يواكب السرعه وطرق اللعب الموجوده وعقليه اللعيب اللي موجود اصلا. ما انا برضو عشان اجي اتكلم مع لعيب لازم اشوف فكره ايه. حضرتك في لعيب متعلم، في لعيب مش متعلم، في لعيب جاي لي من حتت بعيده جدا، باك جراوندز طبعا مختلفه جدا، ده مهم جدا. في لعيب بيستوعب بسرعه طرق اللعب والتكتيك وطريقه لعبي وفهمي للطريقه اللي انا عايزها، وفي لعيب لا يستوعب. ما انا لو دارس لازم افهم كل الطرق دي عامله ازاي، هتعامل مع نوعيه اللعيبه دي ازاي. فده طبعا كل ده بيتحط تحت ايه؟ عمليه التطوير. طيب عندي استفسار، يعني ليه احنا ما عندناش برضو مدربين مصريين غير حصل يمكن مرتين بس الباقي كله اجانب؟ هل الثقافه بترجع هنا الى اللاعب مثلا وعلاقته مع المدرب مثلا الاجنبي افضل، ام في يعني وجهه نظرك ايه اللي بينقص هنا المدرب المصري؟ انا شايف ان هي منظومه كامله بصراحه. المنظومه دي بتتطور، في تطوير فيها ولا مفيش؟ مفيش. دايما اتحاد الكوره هو اللي بيحط لك انا طبعا مش عايز احط اللوم عليهم المجموعه اللجنه الخماسيه اللي موجوده، انا بتكلم على قبل كده الباك جراوند القديم كله بيقول كده. انا لما اجيب ناس بتحط صح السيستم والمنظومه للناس كلها، فبالتالي كله هيمشي صح. يبقى انا عندي منتخب اول ثاني ثالث، يبقى في نظام بدا يتحط، في ناس ماشيه بطريق مظبوط، فبالتالي كل الانديه هتمشي بنفس الطريقه. لما بحط قرارات كل الانديه تنفذها، لما بحط نظام كل الانديه تنفذه، لما يبقى في لجنه حكام يبقى كله بيحترمها، يبقى في هو ده النظام. حضرتك ده موجود؟ طب يعني علاقه هنا اللاعب نفسه كابتن شريف بالمدرب، دي النقطه اللي انا بسال عنها، هل بتفرق يعني علاقه اللاعب بالمدرب الاجنبي عن المدرب المصري؟ هل هناك فرق ولا الرق بيكون على شخصية المدرب نفسه؟ دايما يعني كله ده راجع لشخصية المدرب. يعني أي مدرب، تذكر الجوهري وحسن شحاتة، يعني أسامي كان لها برضو، ده حقيقي يعني. الجوهري وحسن شحاتة وحسام بدر لما مسك فترة كان كويس جدا مع النادي الأهلي فترة كبيرة، وصل نهائي أفريقيا وخد بطولات وخد أفريقيا أصلا قبل كده. محمد يوسف لما مسك، ما هو مسك ونجح مع النادي الأهلي، كل المدربين دول مسكوا في فترات بسيطه جدا. حسن شحاته مسك المنتخب شخصيه قويه جدا وتعامل يعني بطولات عظيمه، 3 بطولات افريقيا متتاليه ورا بعض، يعني لا تقارن. فهي بيبقى راجع لشخصيه المدرب خلاص ونوعيه اللعيبه اللي معاه، الاثنين بينجحوا بعض. صحيح. طيب عايزين نرجع بقى تاني للدوري الحالي، وهو دوري مختلف في الحقيقه، ومن ضمن اوجه اختلافه وخصوصيته ان هو في الفتره الاخيره او في الجزء الاخير والمرحله الاخيره منه يعني الموضوع الى حد كبير محسوب خلاص بطبيعه الحال لصالح النادي الاهلي. بس هل الوضع ده اثر على رونق الدوري لما الامور اتحسمت فيه بدري للدرجه دي نظرا للفارق الكبير في النقاط بين النادي الاهلي وبين اقرب منافسيه؟ ده طبيعي جدا. انت النادي الاهلي لما بيجي انت خلاص، انت كل اللي بتنافسه على مركز ثاني ومراكز اخيره، ثاني ورا يخش مربع ذهبي من اول الثاني ولغايه الثالث لغايه الرابع، وبعد كده مراكز اخيره بيتنافسوا على الهبوط ومين ما يهبطش، وبيتخانقوا على المركز الثاني اللي هو ناس سابتنا وراحت عندهم. يعني بس عاده الخناقات كانت بتطول، يعني يقعدوا الفرق يحكوا بعض كده لغايه المرحله الاخيره. حضرتك حاجه كانت بتطول، ما حصلش في الدوري ده. لا بتطول عشان احنا كان لينا مؤجلات. اوكي. يعني انا فاكر سنه من السنين يمكن كنت بتعامل مع الناس في الشارع، ففي واحد كان فارق 12 نقطه لفريق ثاني يعني. حلو.
فقلت له لا، ما احنا لينا ماتشات مؤجله، اتفرج بس، هبقى بعدي عليك بعد ان شاء الله من دلوقتي شهرين ثلاثه ونشوف الكلام وهقول لك. وفعلا الحمد لله عديت عليه. قلت له فاكر لما قلت لي كذا؟ اصل في مواقف كده عمرك ما هتنساها. فعلا الحمد لله النادي الاهلي جينا وعدينا بالنقط بفارق 6-7 نقاط، يا دوبك بس حصلنا الماتشات المؤجله بتاعتنا. دايما بتلاقي النادي الاهلي بيبقى ليه ماتشات مؤجله بسبب تواجده في افريقيا. كان السيزون لما خرجنا كان بطوله عربيه السيزون ده ولا اللي فات؟ السيزون اللي فات تقريبا، لما حصل لنا شويه دروبات عشان كنا مشاركين في بطوله عربيه، بطوله افريقيا وبعد كده دوري وبعد كده كاس، حصل لنا دروبين، خرجنا من بطوله عربيه وخرجنا من كاس بسبب التلاحم البطولات اللي انت مشارك فيها دي. فده غلط، ومفيش تنسيق ومفيش مواعيد مظبوطه. الاتحاد برضه، الاتحاد مش عايز، ما بتكلمش على اللجنه الخماسيه دلوقتي، انا بتكلم عموما. انت من الاول عند يعني مثلا دوري انجليزي، مورينيو في تصريحاته من كام يوم، جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اتكلم بيقول لك انا لسه لاعب، هلعب مع مانشستر يونايتد، ولسه لاعب من يومين مع تشيلسي، وعندي كاس الاتحاد الاوروبي بلعب فيه، فعمال يشتكي عايز ايه؟ اي تلكيكه عشان ياجل المدرب، فعايز يريح لعيبته لانه بيضطر يلعب الناس البدايل عشان الاساسيين يريحوا عشان يلعبوا الماتشات الاهم. هناك ما فيش، هو انا حضرتك حاطط لك جدول كاس، جدول دوري، كاس اتحاد انجليزي، كاس الملك الانجليزي، كاس شاف كام كاس، كل واحد ليه ميعاده، عايز تلعب تلعب ان شاء الله تلعب الصف الثالث، ملوش دعوه. زي ما ليفربول عمل كده لما كان عنده كاس العالم للانديه، عمل ايه؟ لعب الصف الثاني ولاد صغيرين، خسروا 5 وبعد كده جابوهم كلهم كرموهم في كاس العالم للانديه معاهم. يعني الناس عندهم رولز موجوده، انا بتكلم على الاتحاد ده، والمواعيد معروفه وبشكل مظبوط، مفيش كلام، مفيش حضرتك عليها يعني. اصل انا هضغط عليك عشان تاجل لي والنبي بس 24 ساعه 48 ساعه. فاتمنى ان شاء الله طبعا المنظومه يعني تتظبط عن كده شويه يعني. بس انا هتفق معاك في حاجه قلتها من شويه، فكره هنا ان الدوري برده ما فيهوش منافس، يعني انت بتتكلم ان هو محسوم بشكل كبير، يعني الدرجه الثانيه انت بتتكلم هنا على ناس بتتنافس. وعجبتني قوي الجمله اللي انت قلتها، بيرمي كلام كده بس انا باخد بالي اللي سابونا راحوا لهم نفسه على الدرجه الثانيه. فيعني ما هي دي بالظبط، انا لما دايما ببقى عايز ابقى طموح او ليا طموح او ليا انجازات، لما انا بروح على اكبر جماهيريه واكبر بطولات خلاص، فانا انا انا اكبر حاجه في كل حاجه، انت عايز ايه تاني؟ صحيح. فانت رايح لمين وعشان ايه؟ خلاص. فطبعا انا يعني النقطه دي بتضايقني عموما، يعني انا مش عايز اتكلم فيها اكيد، لان الموضوع كله كان غلط في غلط. فيعني اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يفضل في مكانته، واحنا طول عمرنا عارفين النادي الاهلي عمره ولا بيتاثر بمدربين ولا لعيبه. صحيح. لان دايما كله بيروح والنادي الاهلي هو اللي هيفضل موجود، والاهلي دايما الجمله الشهيره بتاعتنا الاهلي بمن حضر، دي حاجه يعني كل الناس عارفه. كويس ان انت ملم يعني بكل الثغرات دي، انجاز تسميتها بثغرات او المعوقات، فالى اي درجه بتقدر تتحاشاها في المهمه اللي انت بتقوم بيها في الفتره الحاليه، وفكره ان انت ماسك بالبلدي كده خط انتاج، مصنع لابطال جداد، الى اي درجه بتحاول تتحاشى المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها من اول اللقاء؟ يعني انا مثلا اولا بلعب على عقليه اللعيب اللي موجود، عقليه اللعيب المصري مثلا، يعني مثلا الولد، انا الولاد دول اول مره امسكهم السنه دي، ففي بقى طبعا داخل عليهم، فالولاد كل ولد حاسس بنفسه، الاساسيين بقى واللي حاسس نفسه طبعا. فطبعا رحت جاي خاطفهم في الاول باسلوب كويس وشيك، طلعهم بره الفرقه خالص. خلاص؟ قبل ما اتكلم طبعا خطفته الاول اسبوع، في اسبوع تاني، وبعد كده مش خطفته، وانا بعاقبه بطريقه معينه بطريقه كره القدم بتاعتنا بشكل محترم. ومسكته بعد كده قدام الاولاد كلهم، انا ما بتمنظرش عليكم، انا مش بعمل كده عشان اعاقبك او اتمنظر عليك، انا بعدك للفريق الاول عشان تعرف يعني ايه عقليه محترمه، انا بعدك لعيب محترف عشان تفيد النادي الاهلي. احنا كلنا هنا موجودين، مستر مايكل معانا، الراجل التشيكي موجود، خبير تشيكي اللي موجود في قطاع الناشئين، كل الناس دي موجوده ليه؟ عشان بنعد المجموعه دي كلها على افضل لعيبه وافضل مجموعه عشان تطلع تخدم فريق الاول. وانا بعمل كل ده ليه؟ واللي مش هيقدر نستفيد بيه بيطلع اعارات عن طريق النادي عشان اقدر اطلعه بره او الانديه هنا يتطور ويتحسن، وبعد كده انا اجيبك تاني، انا مش هسيبك بالسهوله. حضرتك هتفضل او هتقدر تمشي وتتعامل كلعيب محترف، تتعامل من دلوقتي خلاص بدون ضغط وبشكل كويس وبشكل محترم، بعاقبه بهدوء وبجيبه تاني بهدوء. حلو جدا. طبعا حلو. لازم افهمه يعني ايه لعيب نادي الاهلي، لازم قلت له انا ما بدورش على ان انت تبقى لعيب موهبه، انا ما بدورش على الموهبه، انا بدور على واحد على الاحترام والادب خلاص. لو امكانياتك 50% لكن اللعيب محترم بره الملعب وجوه الملعب، انا محتاجك انت مش محتاج اللعيب اللي مش محترم وانما امكانياته 100%.
ففي اساس بنحطه كلنا تحت للولاد وبنرسخ ده وبنمشي عليه عشان تستمر مسيره النادي الاهلي العريقه. الولد دلوقتي عايز اقول لك والله العظيم يعني الكام ولد اللي انا عملت معاهم كده مش عايز اقول لك عاملين ازاي دلوقتي في التمرين. هاي كويس قوي المنتال. بص العقليه عندهم بقت غير خالص. بس حاجات بسيطه كده احنا ده نتيجه ايه الحمد لله الواحد بيقرا وبيتعلم عشان يقدر يتعامل. مش هاجي من وحي خالي من وحي خبراتي. مثلا انا بقالي 7 سنين في النادي الاهلي اشتغلت 7 سنين في النادي الاهلي تمام و10 سنين في الاسماعيلي خلاص غير الحمد لله خبراتي في منتخب مصر والمنتخب الاولمبي ومنتخب شباب وكل ده. طيب هاجي كل ده اقول بقى انا هشتغل عليهم مدرب وخلاص ولا لازم اتعلم زي ما بقول لك اتعلم وتطوير حاجه محترمه. اتمنى ان شاء الله ان الولاد دول نطلع عناصر كويسه تفيد النادي الاهلي في الاخر ان شاء الله. طيب كابتن شريف الفقره بتخلص بس بس قبل ما نختم انا محتاجه كمان الناس اكيد حابه تعرف يعني خطط المستقبليه دايما كده نحب نسال ضيوفنا. دلوقتي بتدرب في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت لنا ولكن نظرة مستقبلية انت عايز ايه برضو قدام او ايه طموحك في الجزئية دي؟ اكيد اي يعني اي مدرب بيبقى طموحه النادي الاهلي على طول او منتخب مصر. انت ما فيش كلام غير كده دايما كفريق اول بقى يعني كفريق اول طبعا لان ده طموحي وده بس انا مش هوصل غير انا الحمد لله يمكن خلاص الواحد مرحلة النضوج التدريبي خلاص يمكن وصلت ال 60 70% منها فانا في تطور مستمر عشان اوصل للحتة دي ان شاء الله او ان شاء الله منتخب مصر يعني باذن الله. ان شاء الله كابتن شريف عبد الفضيل انت اسعدتنا وشرفتنا ونورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. انا مبسوط جدا بوجودي معاكم من اجمل مكان طبعا في مصر وانا مبسوط ان انا بصحى الصبح اكون موجود في النادي الاهلي ومعاكم. ميرسي يا كابتن جدا على وجودك وان شاء الله تبقى معانا تاني كده وممكن ننزل الجيم مع بعض نبقى نصور برضو. ايوه كنا بنتكلم قبل الهوا والله ممكن نصور تقرير مع بعض من الجيم ونشوف كده ان شاء الله.